جبير خديت عليه الصورة التذكارية من بعد ما هبط سيدنا، ولكن أنا كنفرح لأن هذه البلاد كتصيب لهذا الشباب، واللي كنطلب من الشباب هو راه بلادكم هذه حافظوا عليها، ومبروك عندنا التي جي في، ومن هنا ل 2022 نعطيكم واحد الخبر، غادي يمشي حتى لباري كازابلانكا، هذا هو المشروع ديال الاتحاد الأوروبي لهذا التي جي في، لأن غيكون إنجاز. مبروك للشباب ديالنا، غتولي بلا فيزا بلا والو 2022. تحية للمغاربة والله ينصر سيدنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.